جمال الرحومة دو سانتوس يفك الكرة دو سانتوس مع علي الزيتوني تدخل من الورتاني مخالفة ورقة صفراء في وجه الأسعد الورتاني أربع ورقات صفراء سوس من الجانبين إلى حد الآن ومخالفة لصالح الترجي وليد يكن باش يتولى تنفيذ المخالفة ثلاث دقائق ونص تقريبا منذ انطلاق هذا الشوط الثاني التعادل دون أهداف بين الفريقين وليد يكن في تنفيذ هذه المخالفة يتنفذ من وليد يكن وتسديد الرأسي والهدف الأول الهدف الأول عن طريق العربي جبر الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي كانت المخالفة في القائم الثاني والعربي جابر بتسديدة رأسية إغالة الحارس علي بومنيجيل ويفتتح النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي قلت قبل تنفيذ المخالفة ثلاثة دقائق ونص منذ انطلاق الشوط الثاني تقريبا في الدقيقة 49 دقيقة 49 العربي جابر يفتتح النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي وليد يكن في القائم الثاني إعادة والعربي جابر يفتتح النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي ومنكوب سحب الهدف طبعا فرحة أنصار الترجي الرياضي التونسي بهذا الهدف هذه فكرة أنصار الترجي الرياضي التونسي بعد تسجيل عربي جابر خالد بدر أتويلة فتيش علي الزيتوني معاه من بن زكري علي الزيتوني يبعد من بن زكري والحكم كرة تردد ضربة جزاء الترجي الرياضي التونسي عن توقيت 82 دقيقة لعب كان قريب رودو مونتي من المحاولة الأخيرة لعلي الزيتوني أيمن الطيفي والحكم الإيطالي رودو مونتي دون تردد يعلن ضربة جزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي بعد تدخل الأخير من يبر بن زكري على أيمن اللطيفي ضربة جزاء إذن لصالح الترجي الرياضي التونسي بعد التدخل طبعا اللي اعتبره غير شرعي الحكم الإيطالي رودو مونتي من مدافع نادي فريق على مهاجم الترجي أيمن الطيف باش يتولى تنفيذ ضربة جزاء بنفسه يتقدم أيمن الطيف ويسجل الهدف الثاني لصالح الترجي الذي توصي في الدقيقة 83 من هذه المباراة غير النتيجة تصبح هدفين مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي عربي جابر كان افتتح النتيجه في الدقيقه 49 وست تسديده راسيه غادت بها الحارس علي بنيجي وفي الدقيقه 83 وست ضربه جزاء تمكن الطيف من مضاعفه النتيجه لصالح الترجي الرياضي التونسي